وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج السعادة، برنامج التفاؤل، برنامج عالطريق. مرحبا. كيفك؟ أهلين رنات، كيفك؟ شو الأخبار؟ أخبار أستاذ فادي؟ تمام. الإنسان اللي بده يقرر يكون يعني مبدع بعمل ما وعنده حلم وعنده أفكار وإبداع، أفكار إبداعية، بده يعني يتعب كتير حتى يحققها وما ييأس، لأنه اليأس يعني هو الفشل وهو الإحباط وهو التراجع إلى الخلف. عالطريق هو البرنامج اللي رح يدلكم على طريق السعادة والابتسامة والطاقة الإيجابية. عالطريق هو البرنامج اللي رح يغير حياتكم للأفضل. في برنامج عالطريق مشاهدينا بنسلط الضوء على مواضيع اجتماعية مختلفة ومتنوعة، ولكن بطابع عصري وبأسلوب جديد. اليوم رح يكون موضوعنا عن المسرح والتمثيل ودورهم بنشر السعادة والتفاؤل بين الناس. رح يكون معنا الممثل اللي دايماً بيكون بين الأطفال وبنشر السعادة بين الصغار والكبار، هو الممثل فادي الغول. وهلأ خلونا مع بعض نتعرف على قصته عالطريق. مرحبا. كيفك؟ أهلين رنات، كيفك؟ شو الأخبار؟ الأخبار أستاذ فادي؟ تمام. يعني صراحة أنا كتير متحمسة لحلقة اليوم. على الطريق ضيفي إنسان ممثل موهوب وأشهر النار على العالم، خاصة في مجال التمثيل. شكرا. وخاصة بين الأطفال أيضا، يعني أنا بتذكر إنه طفولتي كانت مرتبطة باسم فادي الغول وحكاياته وقصصه ومسرحياته. تسلمي. شو أخبارك؟ والله تمام، وأنا متحمس لأنه الفكرة صراحة هيك غريبة، غير اعتيادية. لقاء في سيارة، لقاء صباحي في سيارة، هيك عشان نطلع من الرسمية شوي. حلو. شو أخبارك؟ كل شيء تمام؟ كله تمام. يعني بداية هيك أستاذ فادي، لو تعرفنا وتعرف المشاهدين أكثر عن فادي الشخص الإنسان. يعني هو احنا حكينا كتير بلقاءات عديدة، يعني أنا بفكر إنه بشكل مختصر، أنا فادي موليد لبنان، فلسطيني، لاجئ من قرية اسمها هربيا في 48 على حدود غزة ما قبل غزة. والدتي أيضا لاجئة من قرية فلسطينية في الجليل اسمها شعب، بعتز بهدول القريتين وبنتمي لإلهم وبتمنى أنه يجي يوم عود لبلادنا الأصلية وقرانا الأصلية إن شاء الله. أكيد. بعيش برام الله من حوالي تقريبا 22-23 سنة. طفولتي كانت تربيت بلبنان؟ نعم، هي لبنان والأردن وسوريا وتونس الحقيقة، وفي فترة يعني جيدة من حياتي عشت في الأردن وتعلمت في الأردن بمجال المسرح والتمثيل والموسيقى أيضا. عدت إلى فلسطين يعني كان عمري حوالي 20 سنة. ومؤخرا افتتحت او رح تفتتح مقهى سفر، رح نحكي عنه يعني خلال الحلقة، اكيد نتمنى لك التوفيق. لو تحكي لنا كيف خطر ببالك انه تتخذ سلك التمثيل؟ يعني هو انا بالحقيقة كانت بالصدفة، يعني انا كنت احب الموسيقى انا وصغير، كنت اتعلم عزف وبالصدفة كان في مخرج. حضرتك عازف كمان؟ انا بعزف وتعلمت موسيقى. يعني ايش تعزف؟ بعزف بيانو. فبالصدفة وأنا وصغير كان عمري 13 سنة، إجا مخرج وقال لي حابين نجربك بدور معين. جربت أدائي، اكتشف أنه هو عندي أنا موهبة بالتمثيل، يعني عن طريق الصدفة يعني. فبعدها نميت هاي الموهبة وحبيتها واحترفتها لاحقا، يعني عندما أصبحت يعني شاب ودرست المسرح والموسيقى. حلو. الفن والمسرح هم حياتي وهم كل ما يعني كل شيء أنا، يعني هو هواي، هو نفسي، هو روحي.
المسرح اللي أنا بشتغل وبآمن فيه هو مش مجرد فن يعني من غير هدف، هو دائما عندنا أهداف وعندنا أفكار بنحاول من خلالها ننفذها عن طريق المسرح. والمسرح معروف بالعالم أنه بيقدر يوجه الأطفال، بيقدر يعلم الشباب، بيقدر يثقف المجتمع عن طريق النصوص اللي بيطرحها المسرح. أكيد يعني رح نتخصص بالحديث أكثر عن المسرح وعالم التمثيل. حكيت لي قبل أنه أنت متربي بلبنان، فلو تحكي لنا أكثر عن بداياتك بالتمثيل، هل واجهت صعوبات في بداياتك بالتمثيل، خاصة أنه بهذاك الزمن ما كان في كتير فرص للناس أنهم يتجهوا لسلك التمثيل، أو ما كان متاح للجميع أنهم يروحوا على مراكز أو معاهد للتمثيل بالمسرح زي ما هو متاح اليوم؟ نعم، هو شوفي كل إنسان عنده حالة خاصة بتختلف عن أو ظروف خاصة بتختلف عن ظروف الإنسان الثاني اللي بده يعمل بهذا المجال. إحنا ظروفنا كانت صعبة لأنه إحنا مرينا كفلسطينيين في شتات، في حروب متعددة، في لحظات كانت صعبة وأليمة. تنقلنا من مدن، من مدينة إلى مدينة، من بلد إلى بلد، ولكن يعني أنا كنت محظوظ بإني توجهت إلى الأردن وكان عندي مجال وفرصة حقيقية إني أهتم ويهتموا في المؤسسات الفنية والمسرحية في الأردن. فكنت أنا معروف كطفل يعني موهوب بالأردن، واشتغلت بمهرجانات جراش، اشتغلت في مركز هيئة ثقافي، اشتغلت من خلال رابطة الفنانين الأردنيين والمسرح الأردني، اهتموا فيه واعتنوا فيه الحقيقة لأني كنت يعني حالي خاصة. هلأ المشاكل اللي واجهتها يمكن أكثر لما كبرت مش وأنا وصغير، لأني لما الإنسان يقرر يحترف هاي المهنة الصعبة في مجتمعنا العربي بده يعاني، صحيح بده يتعب، لأنه إحنا ما عندنا أسس مبنية على أنه في الفن هو يعني ضرورة وحاجة زي ما هو موجود بكتير دول حول العالم. المسرح والفنون للأسف الشديد ما عندها اهتمام يعني سياسي واقتصادي ومالي لأنها الإنسان يتفرغ لهذا العمل. هلأ أنا كنت من القلائل اللي أخذوا على عاتقهم الشخصي أنهم يتفرغوا لهذا العمل رغم كل الصعاب، وفي أوقات كنت يعني أواجه فعلا مشاكل اللي ما أقدر أأمن أسرتي، ما أقدر أأمن بيتي، ولكن بإصراري الدائم يعني وحبي وشغفي وطموحي وتمردي كمان اللي هو اللي أعطاني وأسعفني أني أكون أنا يعني إنسان مختلف نوعا ما وأصمد وأتحدى الصعاب. الفن مجازفة، هو مغامرة، هو حب وشغف زي ما ذكرت. هلأ الإنسان اللي بده يقرر يكون يعني مبدع بعمل ما وعنده حلم وعنده يعني أفكار وإبداع، أفكار إبداعية، بده يعني يتعب كتير كتير حتى يحققها وما ييأس، لأنه اليأس يعني هو الفشل وهو الإحباط وهو التراجع إلى الخلف. صحيح، أصلاً هدف برنامجنا هو أنه بدنا ننشر السعادة والتفاؤل، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والمشاكل والصعوبات اللي بيمر فيها الشعب الفلسطيني إلا أنه في أمل، في تفاؤل، في ابتسامة، في كتير حالات استثنائية قدرت أنها تكسر الحاجز الحزن والاكتئاب، وقدرت أنها تطلع وتوصل السعادة والطاقة الإيجابية وتنشرها أيضاً وتحفز الناس. فحضرتك حكيت لي تحت الهواء أنه أنت درست المسرح، الموسيقى خارج البلاد. نعم. فلو تحكي لنا عن الغربة، يعني أكيد الغربة كتير صعبة، فشو أبرز الصعوبات يعني اللي واجهتها هناك؟ يعني شوفي وقدرت أنك تتخطاها أيضا من خلال إصرارك وتفاؤلك وابتسامتك. نعم، يعني أي فلسطيني بيعيش حول العالم أول أمني عنده أن يعود لفلسطين. أكيد. صراحة فهاي كانت حلم لإلنا إحنا كفئة من فئات الشعب الفلسطيني اللي يعني متشتت وموجود حول العالم أنه نرجع، وكان إنا نصيب أنه نرجع سنة 95 على فلسطين. فبالتالي أنه إحنا جربنا يعني الحياة في دول عديدة، وأنا سافرت كتير لدول يعني أجنبية وعربية وعاشرت شعوب أخرى. يعني المشاكل الموجودة حول العالم يعني موجودة وين ما كان، مش بالضرورة تكون يعني فقط في الخارج، ممكن تكون عندنا مشاكل هون أيضا. يعني حتى الطلاب لما بدهم يدرسوا
حتى في بلادنا هون كمان عندهم تحديات من نوع آخر. اللي أكيد بس كونك اقتربت بعمر صغير يعني أكيد واجهت صعوبات ومشاكل. يعني يمكن ما حسيت فيها لأنه ولدت في الخارج أنا. يعني فمتعود. فتعودت عليها. يعني أنا يمكن في البدايات أول ما عدت إلى فلسطين هون واجهت مشكلة. واجهت مشكلة بالتأقلم، واجهت مشكلة بالعمل، واجهت مشكلة بتحدي الواقع يعني الخاص اللي منعيشه تحت ظل احتلال دائم احنا هون بالأراضي الفلسطينية، وقلة المصادر التمويلية وقلة الاهتمام أيضا في العمل الثقافي والفني. هون كان التحدي الكبير، يعني برأيي هون كانت أكبر نقطة تحول لإلي ولحياتي الشخصية أنا، اللي من خلالها أنا قدرت بإصراري زي ما ذكرت، وقدرت من خلال أعمالي اللي كانت ناجحة وركمتها بشكل منهجي ومدروس بأنها تكون يعني متواصلة ومستمرة ومن نجاح إلى نجاح. فاللي عملته مثلا في بداية قدومي إلى رام الله، أسسنا مهرجان رام الله للثقافة والفنون، وكنت أنا مدير مهرجان الأطفال. فبهذاك كان في تقبل من قبل الناس أكيد المجتمع وقتها؟ أكيد كان عنده تعطش وعنده رغبة شديدة بأنه يعني يتنور ويشوف ويشاهد الفن بشكل مختلف. كان تخصص إلي بعملي مع الأطفال، وبعدين أنا اشتغلت على نفسي، أطورت نفسي، ثقفت نفسي أكثر بموضوع التخصص والعمل مع الأطفال بشكل فني احترافي. طب تمام، بما أنه حضرتك ممثل ومخضرم يعني في عالم التمثيل، فلو تحكي لنا كيف برأيك أنه التمثيل بشجع السعادة والتفاؤل وبنشر الطاقة الإيجابية أيضا بين الجمهور سواء أطفال، كبار، رجال، نساء؟ نعم، بدي أسألك هلأ، أنت لما تروحي على مسرح وأنت رايحة وأنت تتجهزي عشان تروحي تحضري مسرحية أو برنامج فني، بكون متحمسة. تكوني متحمسة، هذا صح. أولاً هذا اللي بيصير عند الناس. ثانياً لما تقعدي على تدخلي على المسرح وتقابلي أصدقاء لإلك، أو تكوني رايحة مع صديقة أو مجموعة أصدقاء أو أهلك، مش أيضاً كمان هذا مشوار حلو بيكون؟ صح. وفي رح يكون كمان، لأنه المسرح أنت بتروحي كل مرة بتحضري شيء ما بتتوقعي شو يكون وما بتكوني عارفة شو هو هذا الشيء، فهذا إحساسك بأنه أنت رايحة تشوفي شيء فيه نوع من الدهشة. صح. في نوع من الإثارة، في نوع من المتعة اللي رح تكون متعة يمكن فكرية يمكن بصرية يمكن سمعية، هذا بحد ذاته هو تغيير لنفسيتك، تغيير لروحك. فبالتالي وخاصة إمتى بيكمل هذا الشيء؟ إذا كان العمل نفسه أو النشاط نفسه هو جميل وفيه متعة، فهي المتعة اللي موجودة في العمل اللي بيكون هو بتكون هي عصارة عمل الفنانين، عصارة يعني عملهم وجهدهم الدؤوب على مدار أشهر أو سنين بيقدموها للجمهور، فهي بتنتقل في المشاعر وفي التفاعل. هاي المشاعر والتفاعل إحنا بننقلها لمين؟ للناس. صح. فبالتالي كل عملنا أصلاً، كل مشروعنا الفني هو مبني على نقل المتعة والسعادة للناس. وزي ما حكيت لي تحت الهواء إنه عندك مقهى، مقهى سفر؟ هو الحقيقة يعني مش مقهى فقط، هو عبارة عن مشروع فيه فكرة إبداعية جديدة في البلد. هو عبارة عن مكان أو عبارة عن بيت قديم في وسط رام الله القديمة، ورح يتحول لمقهى ثقافي. هلأ بس ننزل بفرجيكم إياه، أكيد هلأ رح نحكي عنه أكثر، وحيكون إن شاء الله مفاجأة في البلد، وحيكون غريب وخاص من نوعه. تسلم. هلأ خلينا ننزل. تفضل. يعني المقهى الثقافي سفر هو كان وما زال مقر لمسرح سفر. لمسرح سفر. فلو صحيح. تحكي لنا كيف خطرت ببالك الفكرة أنه تغير من المسرح وتضيف عليه المقهى؟ احنا ما رح نغير، احنا رح نطور ونضيف. فكرتنا انه عندنا بيت قديم زي ما شرحت في البلدة القديمة، هو مقر دائم لفرقة مسرح سفر، واليوم رح يصبح يعني مكان عام ليزوروه كل الناس بحب وشغف من نفس الوقت، لأنه حيصبح مقهى سفر الثقافي اللي رح نرحب فيه بكل فئات المجتمع، ورح نقيم فيه العديد من النشاطات والبرامج. وهلأ رح تشوفوا المكان إن شاء الله. أنا صراحة متحمسة أني أدخل أشوفه. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا. هون عندنا جلسة خارجية صغيرة
ولكن بيقدروا هون يعني يشربوا القهوة يتسلوا. تفضلي. هاي الغرفة القديمة هي كانت لبيت دار حشمي سابقاً، أحد عائلات مدينة رام الله. الحقيقة إحنا كنا يعني عاملينها مقر صغير لفرقة مسرح سفر زي ما ذكرت، وعلى مدار السنين اشتغلنا فيها وأنتجنا أعمال مهمة من داخل هاي الغرفة، يعني على الأقل من ناحية التخطيط والبحث والإدارة لنشاطاتنا ومسرحياتنا تحديداً. في بوسترز عن أبرز المسرحيات والتمثيليات يعني سويتوها. نعم، زي ما شاهدتوا حافظنا على الحجر مع تدخلاتنا بأشياء صغيرة، حفظنا على أنه الهوية المكان تأخذ طابع قديم. تفاصيل صغيرة بتوفر جو من الهدوء والراحة. حلو كثير. صحيح. فتفضلوا فوق معي، تفضلي معي عشان فرجيك العلية أو الطابق الثاني. ما أحلى هون، بركز على الجانب الموسيقي. نعم، هاي القاعة اللي هي كانت يعني ننفذ فيها بعض التمارين المسرحية. تمام. بتحبي نقعد هون ولا هون؟ تفضلي. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذ فادي. لو تحكي لنا شو اللي بيميز مقهى سفر، المقهى الثقافي سفر، عن بقية المقاهي الأخرى في المدينة؟ يعني أكيد إحنا أصحاب هذا المشروع، إحنا يعني جماعة فنانين بنهوى كل شيء جميل في الحياة، عندنا ذوق بيميزنا يعني عن الآخرين. محتوى المكان هو الأهم صراحة، مش المقهى المجرد المشاريب والأشياء اللي بنشربها أو يعني بنأكلها، هي المادة الأساسية رح تكون هي مادة غذائية من ناحية الفكر والروح والنشاط الثقافي اللي رح نحاول كل جهدنا إنه نسعى إنه يكون دائم وشبه دائم في المكان، حيتشكل من خلال الأنشطة العديدة اللي رح تكون عبارة عن مرات نعمل توقيع كتاب لكاتب معين أو روائي. يعني رح يتم تنظيم أنشطة ثقافية فنية اجتماعية أيضا مختلفة، نشاطات موسيقية، عزف حر. يعني ممكن نعتبر إنه هذا المقهى هو متنفس وملتقى لكل الناس. صحيح. بغض النظر موسيقيين. صح. أو لا أكيد هو مكان لكل فئات، حيفتح المكان لكل فئات الناس بمختلف شرائحها المختلفة. رح يعني نركز إحنا من جوانبنا، من جانبنا حنركز على النشاطات الثقافية والفنية، ولكن أيضا هو مكان عام بتقدر تيجي تقرأ كتابك، بتقدر تيجي تشتغلي فيه، بتقدر تيجي يعني تقابلي زملائك أو أصدقائك في هذا المكان اللي رح يوفر بيئة يعني مختلفة من ناحية الهدوء والنوع الموسيقى اللي رح يسمعوها المختلفة. أيضا زي ما شاهدتي كمان الحميمية المكان ودفء المكان حاولنا نثبته من خلال يعني وجود عناصر مهمة مثل الخشب، الزجاج الملون الطبيعي، الأدوات القديمة الأنتيكة. يعني كل هاي التفاصيل الصغيرة اللي حكيتها رح تنشر الطاقة الإيجابية والتفاؤل أيضا. نتأمل يكون هذا الإشي، ونتأمل أنه يصبح هذا فضاء فني ثقافي حقيقي في المدينة، وبندعي كل يعني كل المؤسسات وكل الأفراد والعاملين في الحقل الثقافي والاجتماعي والفني إنهم يرتادوا على هذا المكان ويكون بيتهم الثاني، ويصبح أيضا يعني مساحة حرة ليقدموا فيها نشاطهم وأعمالهم المختلفة. من ضمنها كمان أيضا رح نحاول نعمل معارض، مثلا معارض رسم وأعمال يدوية وأشغال يدوية. أستاذ فادي، لو تحكي لنا شو الرسالة اللي بتحاول توصلها للجمهور من خلال التمثيل ومن خلال كل أشكال الفنون المختلفة اللي حضرتك بتقدمها؟ نعم، إحنا دائما نسعى دائما بعملنا إنه نحاول نغير للأفضل، إنه جمهورنا أو شعبنا يتطور، إنه أطفالنا يتغيروا، يغيروا سلوكهم إذا كان في عندهم عنف ولا إذا كان في عندهم عدم اهتمام بأشياء كثيرة في الحياة. يعني الحقيقة الاهتمام بالآخر، الاهتمام بالطبيعة، الحفاظ على الموروث التراثي والأدبي والشعري حتى البيئي، يعني الحفاظ على نباتاتنا وأشجارنا الفلسطينية اللي أصبحت للأسف مش عم بيعتنوا فيها كثير من الناس. العودة إلى الأصالة بمعنى الكلمة والحقيقي. الأصالة هي يعني 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 هي هوية الإنسان، هوية الإنسان اللي بدأت من التراب، وبدأت من الطبيعة، وبدأت من تشكله وتشكل حضارته وثقافته، هي اللي بنحاول نحافظ عليها. بالإضافة طبعا إنه إحنا يعني بأعمالنا
الفنية الأخرى اللي مقدمها للشباب وللكبار، واللي بنأمل إنه نطمح إنه يعني تشوف النور قريبا، إنه أيضا نحكي عن مشاكلنا وعن همومنا ولكن بطرق فنية معاصرة حديثة. يعني مسرح صفر واللي أهم جزء من إنشاء هذا المكان مش بس إحنا نقدم مكان عام للناس ويعني يستمتعوا فيه وفقط لغير، كمان إنه هذا المكان يعني ريعه ودخله المادي هو لدعم جزء أساسي من إنتاجنا الثقافي والفني في مسرح صفر. كتير ناس ومؤسسات عم بتعاني اليوم في فلسطين، مش عم بتلاقي رافد مالي أو داعم مالي لإلها، فإحنا هذا جزء من المشروع أساسي فكرته إنه نلاقي حل لإشكالية الدعم المالي ونعتمد على أنفسنا ونشكل دعم ذاتي لأعمالنا الفنية. فهذا واحد من أعمدة وأسس المشروع اللي أنتوا موجودين معنا فيه اليوم. أكيد يعني نتمنى لك التوفيق. للأسف قربنا نوصل لنهاية حلقتنا لليوم، بس بما أنه شعار برنامجنا هو السعادة مفتاح الحياة، فكيف تقدر أنه تربط هاي المقولة في أعمالك المسرحية والفنية أيضا؟ يعني أنا دائما بقول إنه الفن هو شيء جميل جدا، يعني الإنسان بدون فن أنا برأيي الشخصي ما في عنده أكسجين يتنفسه. الحياة مش بس أكل وشرب، الحياة أيضا هي تعلم، هي فن، هي روح، وهي مشاعر وأحاسيس، وهي المشاعر والأحاسيس والروح والعقل أيضا بحاجة لأنها نغذيها، ومن خلال الفن دائما منغذيها، وهيك طاقتنا بتكون طاقة إيجابية وجميلة وسعيدة. بالإضافة إلى كونك ممثل أنت أيضا موسيقي، فايش رأيك ننهي حوارنا لليوم بمقطوعة موسيقية أو أغنية من ذوقك؟ يلا تفضلي. صراحة عزفك يعني كان كتير رائع. شكرا لك، أخذنا من وقتك اليوم، كانت حلقة كتير حلوة كلها يعني طاقة إيجابية ومفعمة بالسعادة والتفاؤل. شكرا كتير لك الممثل فادي الغول. شكرا كتير لكم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، مع السلامة، أهلين. وهيك بنكون مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج عالطريق، وهلأ أجا وقت سؤال الحلقة يلي بتقدروا تجاوبوا عليه عن طريق الفيسبوك. وسؤالنا لليوم، برأيكم كيف بيساهم التمثيل في تحفيز الطاقة الإيجابية والسعادة بين الناس؟ بشوفكم الحلقة الجاي، إلى اللقاء.